مع دخول شهر الفضيل وارتفاع الطلب على السلع الرمضانية، استعدت مراكز بيع الأغذية في البحرين لهذا العام بالاستمرار بتوفير كميات كبيرة وكافية من البضائع والمواد الغذائية المرتبطة بهذه الأيام المباركة. وقد حرص التاجر على ألا يختلف هذا الموسم عن سابقه بالرغم من الظروف الحالية التي يشهدها العالم بأسره. بضائع متنوعة ومنتجات محلية وعالمية قامت المراكز التجارية بتوفيرها لتكتمل فرحة استقبال هذا الشهر الكريم حتى لا يشعر المواطن بأي نقص، والعمل على ضبط عملية التسوق في تلك المحال من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات الاحترازية التي تتولى الحفاظ على صحة الزبون وحمايته من الإصابة بالمرض، من أبرزها تفعيل خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل إلى المنازل. وسنويا نتكلم عن أنه مقدمين عروض كبيرة العام أو السنة هذه، لا مو بس العروض، احنا مقدمين العروض وفوق كذا الكميات أو بكمية أوفر بشكل كبير جدا، ويعني كبرنا عرضها بحيث أنه ما يصير في تزاحم بعد في ظل الوباء هذا، وبالشكل المستمر متوفرة على مدى الساعة. بالنسبة للعروض أو بالنسبة للمبيعات الأونلاين، احنا موجود لدى رامز أبليكيشن إكزادوك موجود، كل ما يعني ما هو موجود في الماركت موجود في التطبيق، بالإمكان أي عميل أنه طلب وهو في المنزل، والتوصيل حريصين جدا أنه يكون بأسرع ما يمكن أنه يوصل للعميل خلال اليوم. أخذنا كل التدابير والإجراءات الوقائية التزمنا فيها من التعقيم للنظافة المجمع بشكل عام وبشكل دوري، من توفير قناة للتعقيم للعميل وللموظفين بشكل عام. وبالرغم من الظروف الصحية التي يعيشها العالم، أكد الشارع البحريني على أن حكومة البحرين أثبتت قدرتها على التعامل مع هذه الظروف بشكل متميز ولافت، وذلك من خلال الحرص على توفير كافة متطلبات الشهر الكريم وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية زوار تلك المراكز. الناس جدا جدا واعية لهي الأمور، طبعا الفضل يرجع إلى الحكومة الرشيدة، والفضل يرجع حتى للمحلات وتعاون المحلات بالتعليمات اللي الحكومة قاعدة تعطيها. وثانيا أنا وجهة نظري هذه، أنا أشوف الناس قبل وقت الذروة كانوا يروحون المحلات، اليوم الأبس موجود يقدرون يلتجئون حق الأبس ويطلبون المواد وتيهم السيرفس للبيت، بس بعض الأوقات الواحد يحتاج سوبر ماركت علشان يشوف البضاعة بعينه. إذا احنا ني ونشوف هاي العلامات اللي في الأرض والإرشادات والتعليمات موجودة وكل التدابير الوقائية موجودة، ليش نخاف؟ لا بالعكس، إني نروح الأماكن اللي نحبها. وأحب أنوه بشغلة ثانية، أن الناس كانت تحكي عن البضاعة، بالعكس أنا أشوف كل شيء متوفر، الأوفر موجود والأسعار متداول اليد، ما تشوف لا غلا ولا تشوف شيء أنا مو محصلة، بالعكس شيء متوفر في السوق الحمد لله، ما في شيء ناقص. البضائع ما شاء الله وفرة فيها في المتوفرة، والحمد لله الزحامات ما أشوف فيها في الزحامات. أنا اليوم نازلة لأن في شيء محتاجته ضروري أي أخذه. فأشي ثانية لا بالعكس أطلبها من الأونلاين بالأبليكيشن، في طلبات أغلب المحلات في البحرين يوصلون للبيت الأغراض مالت رمضان، أي شيء يوصلونها للبيت، فما يحتاج الواحد يجي ويسوي زحمة ويعرض روحه حق الأمراض وحق هالفيروس. جدا الأمور متوفرة، ما تشوف أي شيء قاصر، عروض رمضان متوفرة مثل كل عام وأفضل، والحمد لله يعني إحنا بالنسبة إلى دول العالم جدا متميزين. جدا اليوم إحنا عندنا صدق في التعامل، عندنا تعاملنا مع هذه الأزمة الموجودة اللي سمتها منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي. اليوم احنا صدق متميزين، مملكة البحرين ما شاء الله جدا متميزة في هذا النطاق وجدا متقدمة، الحمد لله رب العالمين، هاي كلها فضل قيادتنا الحكيمة. خطط تسويقية متميزة وأسعار تنافسية وسرعة في التواصل مع الزبون في كافة مراكز بيع الأغذية والسلع الموزعة في مختلف مناطق البحرين تلبي احتياجاته وتقدم له الأفضل بما يتناسب مع قدراته الشرائية.
عروض متنوعة بأسعار مناسبة تقدمها مراكز التسوق في البحرين لاستقبال الشهر الفضيل، لتؤكد من خلالها على أن السوق البحريني غني بكافة المواد الغذائية التي تسد حاجاته في هذه الأيام المباركة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.